فنحن الشبهات قدرونا، والابتلاء قدرونا، والمصائب قدرونا. كان من الممكن الله يجعل الكفار بكوكب آخر، ما في مشكلة. كان من الممكن يكون الكفار بقارة واحدة أو بحقبة واحدة، لكن شاءت حكمة الله المطلقة أن يعيش الكفار مع المؤمنين معا في وقت واحد وفي مكان واحد. الجواب الدقيق: الحق لا يقوى إلا بالتحدي. الحق لا يقوى إلا بالتحدي، ولأن أهل الحق لا يستحقون الجنة إلا بالبذل والتضحية. ما من إنسان يصل للجنة إلا بيكون امتحن امتحان دقيق جدا. الله يعني الإنسان بيأخذ أبعاده الكاملة بالدنيا، أبعاده الكاملة. مثلا هتلر قتل 50 مليون، هذا الشيء هذا هي أبعاده الحقيقية، مستعد لبقائه في المنصب يقتل 50 مليون، هي أبعاده. فنحن نأتي إلى الدنيا لنأخذ أبعادنا كلها الحقيقية. فالدنيا ابتلاء، إنا كنا مبتلين، يعني علة وجودنا الأولى والوحيدة الابتلاء. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أنا ما بصدق إنسان يصل للجنة بدون ابتلاء. لذلك البطولة لا ألا تبتلى، أن تنجح في الابتلاء. أن تنجح في الابتلاء. الغني مبتلى بالغنى، هل تكبر؟ هل استأثر؟ هل قسى قلبه؟ هل استغنى عن الناس؟ هل أهمل من حوله؟ الفقير مبتلى بالفقر، ممتحن بالفقر، والقوي ممتحن بالقوة، والضعيف بالضعف، والوسيم بالوسامة، والدميم بالدمامة، وكل إنسان ممتحن بما هو فيه. وكل إنسان ممتحن بما هو فيه. أتاك مثلا صحة، لتكون هذه الصحة في طاعة الله، في العمل الصالح، في قيام الليل، في الصلوات، في الحج، في عاهة ماشي الحال، مبتلى به العاهة، اصبر عليها، والصبر ما بيقل عن الشكر. الجناحان المؤمن الصبر والشكر. الجناحان المؤمن الصبر والشكر.